كمل لي رحلة الروسي الاتحاد السوفيتي حتى تستوردون الاس 300. نعم. حتى تستوردوها لو حتى تستطلعون ال او نبى احنا رحنا حتى نشوف. اي فشفنا احنا وصار صار الاجتماعات هناك كانت تمينا برئاسة فريق عامر محمد رشيد. اي نعم فصارت اجتماعات بحيث انه ياهو ناخذه ولا ياهو ما ناخذه. فمن ضمن عرض علينا تونغوسكا 2S6 مدفعيه وصواريخ دبابه ودولبه طبعا مدفعيه وصواريخ زين يعني متقدمه جدا. وصار قرار انه نشتري عدد معين وحددناه ايش قد نريد. ايش قد حددته؟ حددنا بوقت عندي الكتاب 96 وحده 2S6 لانه حتى ننطي لكل فرقه مشات وفرقه. ها شنو ميزتها؟ ميزتها ونشغل الهدف بالمدفعيه ونشغل الهدف بالصواريخ وبيها رادار متقدم. يعني ممكن تسقط الطائرات الامريكيه المتطوره؟ والله ما صارت ما اخذنا حتى نقدر نقول. لا لا من الخصائص اللي شفتوها اللي اعطوكم اياها. يعني احنا انت من تشتري سلاح غير تعرف خصائصه قبل لا تشتري؟ كلامك سليم جدا لكنه يعني مثلا بيجارة سام 3 قابليه اسقاط الطائرات وكذا وكذا لكنه حقيقه بالمعركه صار عليه تشويش لانه التشويش اللي كان يصير يعني كل طياره تجي شايله حاويه تشويش فتعميها للشاشه يعني من كنا نقول بس الصواريخ المتطوره ايضا عندها اجهزه ضد التشويش وسائل معالجه التشويش. نعم والطيارات الامريكيه كلها متقدمه إيه؟ بحيث يجددون يعني هاي الاس 300 اللي كان ببالكم تشتروها ما بيها اجهزه مضاده حيل متقدمه بحيث احنا توقعنا انه تعالج التشويش المتقدم مال امريكا. قد قيمتها كان العقد لو 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 قدر الى ان عندك إيه؟ فكره؟ هي طبعا هي عندي فكره هي طبعا بيها خلي بس اقول لك انه بيها اربع قاذفات كل قاذفه بيها اربع صواريخ يعني البطارية الوحدة يشيل 16 صاروخ زين بس شنو مو وياها يعني مو بالمنطقة نفس القاذفات لا تتوزع مسافات إلى حد 5 كيلومتر وإرسال يصير لاسلكي بين المنظومة الرئيسية والقاذفة زين والإطلاق مناك يصير زين تقريبا سعرها كان 134 مليون دولار بس بالعقود طبعا اقل مو اكثر من 35 مثلا هاي طبعا انت تحكي بعد ال 91 رحتوا اي بعد ال 91 نعم حصار والعراق نعم. ما عنده فلوس زين وقررتوا تشتروها كتبتوا تشتروها اقترحتوا اي بس نعم جاني رد من التصنيع العسكري منين بالضبط من حسين كامل انه احنا نصنعها حسين كامل اي نعم قال احنا نصنعها احنا نصنعها شلون يصنعوها ما ادري احنا بعد ما جايبيها وما تدرون انتم تقنيه هذا جوي ويانا من التصنيع ايه حتى قلت لهم انتم بس فهموني شلون راح تصنعوها التكنولوجيا المستخدمه بها متقدمه جدا ايش قالوا؟ قالوا نحاول ايه نحاول شنو نحاول؟ فيزرعي انتين هالشكل يكشف 75 هدف ويطلع اخطر 15 هدف ويوزع للبطاريات اللي مرتبطه به رادار موجود في كل بطاريه ورادار ايضا ارتفاع عالي جدا شلون هذا اللايت اللي هنا زين ما وصلتوا هاي للرئيس؟ وصلناها طبعا وصلتوها؟ اي نعم وصلناها باجتماع عسكري خاص به؟ قالوا تناقشوا وياهم ويا جماعه التصنيع ايش تناقش وياهم؟ قلتوا له التصنيع قالوا احنا نصنعها؟ قالوا احنا نبدي نصنعها فاحنا ارتباطنا مو بالتصنيع ارتباطنا بوزاره الدفاع فالمسؤول عننا هو فريق محمد عبد القادر محمد عبد القادر نعم وضابط كيس وذكي جدا فحكينا له قلنا له قال شلون يعني لحتى تحلوها ما نعرف شلون نحلها لانه اس 300 احنا كنا بحاجه ماسه لها وقدرنا حوالي 10 بطاريات نجيب بحيث بغداد 4 بطاريات الموصل 3 بطاريات و لو البصرة لو كركوك البطاريات الاس 300 ما صارت القسمة انه نجيبها مع العلم احنا لو جايبيها يمكن كان يعني العمل كان ادق او صار افضل حتى بالحرب الاخيرة
زين بالحرب الأخيرة، أنت ذكرت الحرب الأخيرة يعني بالدقائق الأخيرة من البرنامج، بالحرب الأخيرة يعني كنت كان عندكم تصور عن نوع الطائرات اللي راح تقصف العراق، وقارن تقارنوها بالمنظومة الدفاع الجوي اللي عندكم؟ كلامك سليم، يعني الطائرات اللي موجودة عند أمريكا كلها استخدمتها، يعني مثلا قبل لا تستخدمها بلد مقبل على حرب. أي نعم. لازم يعرف عدو وش عنده من أسلحة، ولازم نعم. يعرف وش عنده من أسلحة، يعني مثلا أي عشرة ثاندر بولت اللي بيها المحارك اللي فوق، احنا ما توقعنا انه تجيبها، لانه هذه مخصصه لمشغله الدرع. ليش ما توقعتوا انت عسكر، ليش ما توقعتوا عدو ومحشد عليك ويظل 6 اشهر يحشد؟ بس حسبنا انه هي تجي. إيه؟ لانه وين ينزلوها؟ ينزلوها بالقواعد اللي بالخليج العربي، يعني مثلا بالكويت مثلا من حاملات الطائرات، فهي 10 F-16 F-15 F-111. يعني شنو تفاجأتوا؟ لا ما تفاجأنا بها، كلها كنا نعرفها، بس هاي إمكانيتنا إحنا. لا أنا سؤالي، أنتوا تقعدون وين الرئيس كقيادات عليا ضباط كبار، وأكيد تناقشون أنه راح يصير قصف جوي، سألكم الرئيس أو القائد العام للقوات المسلحة شنو مستوى التطور بمنظومة الدفاع الجوي مقارنة بالعدو؟ انطرح هذا السؤال؟ والله دكتور انطرح هذا السؤال، وكان جوابنا انه احنا شويه صعبه انه نجاب الدفاع الجوي او القوات الجويه. قلنا له لصدام حسين هيك؟ قلنا له نعم، قلنا له صعوبه جدا يمكن حنقاتل القوه الجويه الامريكيه. ايش قال؟ قال درسوا وحسبوا، ندرس نحسب هي بجارة نفسها من الستينات صعدت ويانا ل 2003، والفولجا همين من الستينات صعدت ويانا ل 2003. انت كضابط مختص مهندس وضابط برتبه لواء ونائب قائد الدفاع الجوي، يعني انصدمت وتفاجات بالحرب الاخيره؟ لا، كنت تتوقع اللي يصير؟ انا يعني كلش متوقع انه امريكا بيش راح تضرب وشون راح تضرب، ويمكن يعني التصور عندنا كامل انه هي شح تسوي، يعني ما عندهم مانع انه حتى يستخدمون صواريخ أرض من عندهم، يعني بيرشينج أو غيرها من هاي قصيرة المدى، إذا شافوا مقاومة من القوة الجوية أو من الدفاع الجوي العراقي. طبعا القوة الجوية ما قدروا يشتركون. هو السؤال يعني القوة الجوية ليش ولا طائرة طارت ولا طيارة؟ ليش؟ شافوا إمكانيتهم أنه ما يقدرون. وكان عندنا ميك 25؟ يبقى 25 بيها مواصفات للمعالجة، مو كل المواصفات بيها، بيها بعض المواصفات، ليش ما استخدمت بهاي البعض؟ والله هاي راد توجه السؤال لأبو القوة الجوية.